الجماهير منتظرة قضية الساعة، قضية تأجيل مباراة النادي الأهلي، بيانات النادي الأهلي، بيان اتحاد الكرة. أعتقد اتكلمنا أو تناولنا جزء من موضوع الأحداث أول بأول، لكن طبعا بعد بيان الكابتن محمود الخطيب في بعض النقاط الرئيسية والأساسية، في نقاط مهمة جدا وضحت أن كان في معطيات صدر على أساسها بيان، لما وضحت الصورة واختلفت المعطيات فكان دايما زي ما قلنا أنا أصل اللعبة دي أنا قد المسؤولية، تحمل النادي الأهلي مسؤولياته وأصدر بيان آخر أعتقد أعلى مصلحة الوطن فيه، وده دور النادي الأهلي الوطني دايما. والحقيقة إحنا مش بنزايد على أي نادي، أي نادي في مصر هو أصلا له دور وطني، مش محتاجين إن إحنا نكتب الكلام ده أو نعلق الكلام ده، إحنا المفروض نعمل الكلام ده من خلال تصرفات وتصرفات مسؤولة. أعتقد يا فارس بيان كابتن محمود الخطيب بعد بيان اتحاد الكرة، إيه أهم النقاط اللي أنت شايف إن المفروض نعلق عليها؟ بص يا أحمد، إحنا حابين نتكلم مع الجمهور بشكل مختلف. ما ينفعش تمشي مع النادي الأهلي نصف طريق، النادي الأهلي لازم تمشي معاه المشوار كله، ومع النادي الأهلي ما ينفعش تصدر نصف حكم، لازم تنتظر لآخر المشهد. عندنا ثقة نقدر نستلهمها من فكرة الحكم اللي في صالح النادي الأهلي كان في قضية صلة يا أحمد، وكذلك الحكم اللي كان لصالح النادي الأهلي في قضية مسك. ده يديك معطيات ان النادي الاهلي بيتحرك بشكل مدروس، لازم نعرف ان احنا يبقى عندنا ثقه ونشوف اخر الخطوه هتوصل لايه. لو امنت مع النادي الاهلي بطريقه التفكير دي مش هتستعجل حاجه، لان جمهورنا عمره ما كان بيتعجل الامور يا احمد. بالتاكيد. هنروح لاول نقطتين اللي انا بصفه بالبيان التكميلي، ما ينفعش تاخد بيان النادي الاهلي الاول بمعزل عن اللي استكمله النادي الاهلي او استطرد فيه في بيانه التكميلي. في اول نقطتين من البيان التكميلي بيقول الرؤيه الامنيه لها احترامها وهيبتها، وبالتالي لا يجب ان يتحدث اي شخص باسم الجهات الامنيه. مفهوم ده ايه؟ لما يصدر معطيات قرار تاجيل مباراه النادي الاهلي والزمالك ان هو جاء على بناء على قرارات امنيه، ويكون النادي الاهلي ما عندوش الملابسات الكامله لحيثيات التاجيل الامني، واتحاد الكره ما يساعدكش في ان هو يديك ما يثبت ان الامن ادى، اكيد احنا فاهمين يا احمد ان طبيعي القرار مش هيتاخد بمعزل عن الامن، ولكن لما نكون عارفين ان الوضع شائك وحساس يبقى انت كاتحاد الكوره بتقدم لي يد العون، مش بخرج القرارات في منتصف الليل، مش بغير، مش بتعامل مع المنظومه الرياضيه كانها مجرد رد فعل. لازم اكون انا حريص النادي الاهلي ده افهم قدره، ان انا لازم ابرر له القرار بحيثياته كامله، مش اتعامل معاه بمبدا اصل هو الامن قال كده وروح تحقق انت. وده يا احمد من الحاجات الملفته جدا اللي كان النادي الاهلي، انا بحترم الامن ولكن محتاج افهم الملابسات، وده اللي حصل واتحاد الكوره ما ساعدش الاهلي فيه.